التقدير. مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا شايف. ولا بدك تنحصح مين؟ ما في اخبار عن الحجاج؟ لا تاخر عليه. استنى عليا بس. شو بدك؟ ما بنصح عن عمدار. عشر سنين مبين عليها مقصر. غبي غبي. شو عم تحكي يا ابي؟ يا بحياة الله. قوموا معي شباب. لا تعوا لا تفهمكم. تحكي يا ابني تحكي يا ابني اخر انساويه. ابي اخوك انت اخر شهوديه. لا والله مظبوط مظبوط. سمر. شو صاير فارس؟ والله ما بعرف يا عمي ابو عصام، رجال علقانين مع بعضهم. ما بعرف صوت سمعوا بيناتنا. بس جدي شوفي هذا الحقير ضرب خالته بارها بالقرعة. وين خالتك هلا؟ بالبيت. شوف له. لك شبكن؟ العمى ضربكن ضرب؟ تلعبوا انتوا بخير؟ حتى بالعيد بتتخانقوا؟ لك انتو مو حارة الطبع، انتو حارة الدبابير. لك الطبع بينام وبيرتاح، انتو ما بترتاحوا. ولك اخجلوا على حالكم. لك انا ذات نفسي صرت بخجل وقت اللي بقول انا مسؤول عن حارة الطبع. العمى ضربكم العمى. الحقوني الحقوني على المغفر، خليني عايدكم هنيك، هيك احسن شيء. ما بتفهموا ولا بتتعلموا غير هيك. الحقوني امشي يا ابني. شو عامل يا حسام؟ هلا لازم ما يوصل على المخفر. عمي شو بدك نساوي؟ نحن جاهزين، بدك نذبحه. انا ذبحه. لا لهون. عمي مشان الله شور علينا بشي كلمة. تاوري تاوري. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سيد أبو عصام نحن مضطرين نفتح ضبط. مش كان فتحنا الضبط رح تشرفونا هون لبعد العيد. فشو أمرتوا نحن جاهزين. لا أبو جودات، يعني القصة كلياتها مالها محرزة، خناقة حكي مو أكتر. عرفت شلون؟ إيه إيش كان خناقة حكي؟ لا بسيطة ناكتة ومالها فكاهة. شرفوا، الله معكم، مع السلامة. سامعوا خليك بأرضك، مع السلامة، الله معكم، سلموا. أهلين سيد بشير. أهلين عمي أبو جودات. إن شاء الله كل سنة أنت سالي. وأنت سالي. شرفتنا، خلينا ياك. الله يرحم الوالد، الله يرحم الوالد. شو سمعوا؟ شباك أنا اللي بقول لك أنت بتطلع تنضرب على قلبك وأنت ما بتطلع، فهمان؟ ايه وين الشيخ عبد العلي؟ جمعت زمان وبيرجع عند الحج. لا تعمل لي فيها الشيخ جامع. اوعك فهمان؟ ان شاء الله خير. هضوي هضوي. على اذنك ابو جودات. اهلين اهلين عمي بشير، علينا بحسها. ان شاء الله كل سنه انتم سالمين. Thank you.
عهدا علي ما رح شيلك من صدري حتى اجدا حبيبة القلب والاحشاء. شو نمس؟ انت من امبارح بالليل مالك على بعضك، بشو بتاخي؟ بعدين شو هي اللي بايدك؟ هاي تركت لي اياها حبيبة القلب والاحشاء. ايوه هيك احكي من زمان، عم تحب وتتمعشق من وراي لك نمس؟ هات شوف احكي احكي اوام احكي. خلاص تركي شو بدي احكي؟ خلاص. لك شو بدك تحكي؟ شو اسمها؟ ما بعرف. من بيت مين؟ ما بعرف. وين ساكنة؟ ما بعرف. من انو حارة؟ ما بعرف. من حارتنا ولا من حارة ثانية؟ ما بعرف. طيب في حدا من اهل الحارة بيعرفها؟ ما بعرف. شو بتشتغل؟ ما بعرف. لك انا شو حاببها؟ حبيت وردة الصرمايتا. عصام اطلعوا معي اطلعوا عم تتحمموا خلاص يا ندى خلاص انا بقول اطلعوا شبكوا شو صار لكم غريب استحي عامل عملتك يخرب بيتك من حالك وهي حي الله انت محسوب من اهل ايدنا ومن اهل الحارة وقريب منها ورجال لك انت رجال ولا لك طفا اذا هيك رجال استحي لك ما فيك حياة اللي استحوا ماتوا عمي بنتك هي بدها تطلع هيك سامعه انتبه انت هلا ما تحكي على بنتي اه مو على مرتك فهمت انتبه لهي كنت ربيها غير ترباي خرب بيتك من حالك نرع موشي ولا نرع نرع ولا نرع الشي اللي صار عيب ومو مزبوط من مرة شو بك سمعوه؟ لقط أكل لسانك يعني؟ من وقت ما جينا من النظافة لهون ما فتحت تمك ولا حارب شو بك؟ لأنك عم تحكي حكي مو مدوزة لك حرمتي طلعت بالقرعة قدام كل أهل الحارة شو بدك يعني أحكي؟ لا تحكي ولا حرف عمي أنا اللي علي عملته هي وصلتك على باب بيتك ومنك لحرمتك لبيت عمي استغفر شرفوك ترى خيرك والله خير الله انت مساكت يا عزام وينها؟ ليك قاعدة متوكة بالاوضه حكيتي معي شي فهمتي شي ما عم تحكي بس عم تبكي لا حول ولا قوة الا بالله فوت شوفها تقبر مالي فايدة خليني اتغسل وشي وظبط حالي ما بدي اشوفها بالمنظر روحي حاضر حاطة البكة وقاعدة شري حاطة البكة وقاعدة فوق ما أنا طالعة بالقرعة طب انت هذا اللي اكل عمو شو تعمل يعني؟ موت بين ايدي؟ لك انو احسن؟ انو العان؟ لك يا بي من الاول قلت لكم بلاها الجوازي هذا واحد عواطلي واذا كان عم يشتغل بالجامعة ما ناقص غير يقبض حصلاته لك خلاص عيب على الحكي لك يا بي ما وعدك انه يشتغل وين الشغل تبعه وينه ما وعدك انه يسعى الحال مع دلال شحه شوفوا شلون طلع كذاب وواطي وينه ليك جاي يا مو دلال تعال
تعي يا بيتار. عادي ري عادي عادي. بالرقبي دلال حقك بالرقبي قالي الله عم يمتحنا نحن عملنا بأصلنا بس هو طريق خسيس ومستهيل لكن وصلنا لأبغض الحلال وهذا اللي بدنا اياه خلاص ما له حل لأنه والله العظيم لو بدها تقوم لقيامة غير طلقك منه والسما زرع بوس ايدك يا أبي بوس ايدك حاجتي والله فهمان عليك لك أبي فهمان عليك بس شلون هيك صار لحتى مد إيده عليك يعني يا أبي القمة اللي بحطها بتمي بتضل عينه فيها لأبلع شو بدي أحكي لك لا أحكي لك هاد غير الحكي على أهلي عالطالعة والنازلة وأنا والله العظيم من تم ساكت لا بحكي ولا برد عليه وبفهمه وباخده بنية طيبة وهو يا أرض اشتدي ما حدا قدي شو عم يحكي على أهلك أبي يحكي لي يا أبي كل يوم بجيب معدلك ومعدل إخواتي معتز وعصام شو عم يعليك هذا الواطي؟ احكي اختي احكي يا أخي ما عم بيخلي ما عم بيخلي ما بيسير أبي خلص ما بيسير ما له شيء دبروا وحسابه بعدين دبروا وحسابه بعدين أبي ما لنا غير نستنى الشيخ عبد العليم هي هو بيعرف يحل لنا القصة ما لنا غير هيك أنا رايح على البيت بدك شيء يا أبي؟ إيه ما بتعرش حدا بالحارة ولا بتفتح تمك ومن تم ساكت ولا تقرش ولا تضرب الصقم فهمت علي؟ وبكره بتجيب عيالك تيجوا تغدوا هون فهمت يا ابي بكره عيد كل سنه وانتم سالمين الله لا يوفقه انت سالم تقبرني الله لا يوجه له الخير على هالعيديه اللي اعطاها اياه